دلوقتي احنا عندنا وزارة مهمة جدا جدا جدا. انا من الناس اللي بتشوف ان الوزارة دي من اهم الوزارات اللي في الدنيا بشكل عام. وفي بلدنا الوزارة دي عندها حمل مهم لو صح التعبير، مش هقول لك مهمة، لا، هي في على ظهر الوزارة دي حمل كبير. ايه هو الحمل الكبير؟ الحمل الكبير ده انها تعمل على تثقيف طبقات المجتمع كله ايا كانت الطبقة، يعني تثقيف المجتمع بصرف النظر عن طبقاته. مؤخرا بدأت الوزارة تشتغل على انه هنعمل حاجة لطيفة جدا، والله يا جماعة احنا هنعمل نشاط ثقافي في المدارس، وبنعمل تعاون مع الشركة المتحدة في مشروع اسمه سينما الشعب، مش عارف حضراتكم سمعتوا عنه، سمعتوا عنه ولا لا؟ طيب النشاط الثقافي بالمدارس ده نشاط متسع، يعني بقى الناس اللي بتقول الخطابة، زمان الحاجات دي كانت موجود، يقول لك جماعة الخطابة، مش عارف جماعة إلقاء الشعر، مش هقول لك حتى الإذاعة المدرسية، لكن النشاط بتاع المسرح في المدرسة، دي كلها حاجات مهمة جدا. وسينما الشعب دي حاجة جميلة رائعة تكفل للمواطن أنه يروح يتفرج على فيلم سينما بسعر لطيف، فيلم من الأفلام اللي موجودة. طيب عايزين نقعد نتكلم حول خطة الوزارة اللي قدمتها أمام مجلس النواب، وتحديدا أمام لجنة الإعلام والثقافة تحتها ثلاث خطوط أهو، والآثار، مع ضيفنا العزيز عبر التليفون الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عايزين نتكلم على هذه الخطة. ازيك يا دكتور؟ أستاذ الغالي، ازي حضرتك؟ عامل إيه؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله أنا بخير. يعني أنا أستسمحك شيل الرسميات من ناحيتك على الأقل، ولا حضرتك ولا ربنا يخليك. ما نقدرش أبقى عليه النايب، ما نقدرش. حبيبي نادر، أنت صديق وأخ وزميل يعني. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. يعني مهم عندنا إن إحنا نعرف الخطة اللي طرحتها معالي الوزيرة أمام اللجنة، وهل اللجنة وضعت ملاحظات أو تحفظات أو حتى إضافات ولا لأ؟ يوسف بيه، زي ما حضرتك قلت، إحنا قدام أهم وزارة في كثير من الأوقات اللي بتنتشر فيها الشائعات وبينتشر فيها يعني بس روح اليأس والإحباط في نفوس المواطنين. إحنا كده يعني هي دي الوزارة الأهم في مسألة نشر الوعي بين الناس. صح. طبعا الوعي في كل المجالات، يعني غياب الوعي دينيا هيؤدي إلى التطرف، غياب الوعي في كل المجالات هيؤدي إلى مشكلة كبيرة. فإحنا بنتحدث عن وزارة هامة جدا في هذا التوقيت بشكل كبير. طالما طالب كل من يراقب الوضع الثقافي في مصر بمزيد من الحركة، بمزيد من الحراك، باستراتيجية، بالتعاون والشراكة مع كل الناجحين في هذا المجال، بالتأكيد التعاون مع الشركة المتحدة سيكون له أثر كبير جدا 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 في تحريك المياه الراقدة. بالتأكيد عندما رأينا نجاحات ممتازة للشركة المتحدة في مسألة نشر وعي بمختلف أشكاله، سواء كان من خلال الأخبار، من خلال ما شاهدنا من روائع سينمائية أو مسلسلات، كلها تحيي الوعي والثقافة والفكر لدى المواطن، بالتأكيد هنشوف تحرك في مسألة قصور الثقافة. بدأنا بالأهم النقاط اللي ناقصة. إحنا عندنا كتير من المشاكل في مسألة السينما والمسرح والوضع الحالي للسينما والمسرح. إحنا بنتحدث اليوم عن التعاون ما بين الشركة المتحدة وقصور الثقافة وكل قطاعات وزارة الثقافة. يعني عندما حضرت وزيرة الثقافة وتحدثت إلى اللجنة المختصة عن الثقافة بمجلس النواب، كان حديث الوزيرة من جهة وحديث كل المسؤولين عن القطاعات المختلفة داخل وزارة الثقافة وهم كثر، كله فيه الفكر بتاع ان احنا هنتعاون مع الشركة المتحدة من اجل تحريك المياه الراكدة، من اجل وصول السينمات لمحافظات السينما مش موجودة فيها من الاساس. صحيح. ومن ثم اسعار رخيصة، جودة افلام سينمائية راقية وعالية وتؤدي الفكرة الاساسية من نشر الوعي، وكل القطاعات بتحزو حزو الهيئة العامة لقصور الثقافة. احنا بنتكلم عن
يعني هذا التعاون. وفي شركة كمان اسمها الشركة القابضة للصناعات الثقافية، الوزيرة أعلنت عنها، داخلها شركة أخرى تابعة لإدارة الأصول. احنا بنتحدث عن استراتيجية طال انتظارها. الوزيرة تحدثت عن بناء قدرات الوزارة، استثمار الأصول، الشراكة اللي احنا قلنا اندرجت تحتها الشراكة مع الشركة المتحدة، توظيف التكنولوجيا أو الرقمنة داخل الوزارة. كل ده بيتم بأصول الحوكمة، وبالتالي احنا بنتحدث عن خطة استراتيجية ممتازة طالما طالب بيها القاصي والداني من أجل تحريك الثقافة في مصر. احنا شفنا الفترة الماضية قصور الثقافة بدأت تتحرك وتشتغل، ودي منتشرة في جميع أرجاء الجمهورية. صحيح. شفنا دار الأوبرا بدأ يظهر فيها، احنا بنتحدث امبارح عن 3500 شاب جوه الأوبرا، مش شاب يعني، أطفالنا جوه الأوبرا بيتدربوا على الباليه وبيتدربوا على الرسم وبيتدربوا على يعني كافة أشكال الفنون والآلات الموسيقية غيرها من الأنشطة الفنية، جوه كورال، جوه غيره من الأنشطة. وبالتالي احنا قدام جيش بيتدرب جوه دار الأوبرا من أولادنا اللي هم فعلا عملوا نقلة نوعية. وشفنا يعني الأوبرا في الفترة اللي فاتت بتتحرك بشكل كبير. احنا قدام وزارة مهمة جدا، كل مجال هتحتاج فيه ان انت ترتقي بوعي المواطنين وفكرهم، انت هتحتاج هذه الوزارة. وبالتالي فكرة بقى فلسفة العمل الثقافي ان هو يكون مع الناس، نوصل للناس. انا لو الناس ما بيقولوش قصر الثقافة، لا، انا اللي اروح ليهم، اذهب اليهم. هي دي الطريقة اللي نستطيع من خلالها ان احنا نحرك المسرح والسينما علشان نقدر نوصل لوعي الناس، نشتغل شوية بمعايير اقتصادية. يعني احنا شفنا العديد من الدول اللي بتجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال السينما، تجذب شركات دولية انها تيجي تصور عندها، ومن ثم تعمل نقلة كبيرة جدا في الدخل الخاص بهذه السينمات، لان دي فرق كبيرة وبتيجي وبتقعد لفترات عشان تصور، وبتستخدم آلات وامكانيات ومعدات. ومن ثم تعالوا مع بعض نشتغل، المسؤولين عن السينما والمسؤولين في مدينة الانتاج الاعلامي وغيرها من القطاعات اللي بتحتاج موافقات، علشان خاطر نجذب لبلدنا هذا النوع من الاستثمار الغير تقليدي والجديد. كل ده هدفه في الاخر نشر الوعي. نشر الوعي هو اللي هيحقق لي المرجو من كل هذه الانشطة الثقافية المتنوعة. احنا شفنا امبارح الوزيرة بتتحدث ايضا عن مزيد من التعاون مع مدينة الانتاج الاعلامي، الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، جميع القطاعات المرتبطة بالثقافة. لا يمكن ان نتخيل ان قصر الثقافة سيؤدي دوره الا اذا كان هناك يعني تعاون مع مركز الشباب، تعاون مع الكنيسة والمسجد، تعاون مع المدرسة، تعاون مع الإعلام، وهو ده الأهم. لأن لا يمكن أن يعني نتخيل أن كل ما يدور في هذه المجالات الثقافية المتنوعة من نحت ومسرحية وأغنية وفيلم، كل ده لا يعطيه الإعلام حقه في التعاون. أنا متأكد أن علاقة الشراكة الموجودة حاليا ما بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة بالتأكيد تؤتي ثمار كبيرة في ظل اهتمام كبير للدولة يعني الثقافة. احنا شايفين ان يعني احنا بنتكلم عن 3,600,000 في موازنة 2021. المبالغ دي زادت بحوالي 500 مليون العام الماضي، وزادت 400 مليون هذا العام. فاحنا بنتحدث عن يعني موازنة الدولة بتعطيها أولوية كبرى. إذا كانت الدولة تعطي الثقافة هذا الاهتمام، فعلينا أيضا داخل الوزارة أن نحرك بكل ما أوتينا من قوة. لدينا هذه الخطة الطموحة من وزيرة الثقافة اللي هي قائمة على إعادة بناء القدرات واستثمار الأصول والشراكة وتوظيف التكنولوجيا. نتمنى أن نرى يعني هذه الخطوات ويتم تفعيلها بشكل كبير على أرض الواقع. ولدينا يعني بالفعل تفاؤل كبير بما تشهده
الثقافة في مصر من حراك بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات المعنية. طيب دكتور نادر، هنا بقى بنظرة سيادة النائب، تعتقد أنه أوجه التعاون اللي بتعملها وزارة الثقافة، سواء إذا كان الثقافة مع وزارة التربية والتعليم، الثقافة مع إدارة الشؤون المعنوية، الثقافة مع الشركة المتحدة، من شأنها أنها تخرجنا برة اللي عانينا منه للأسف لسنوات من مركزية النشاط الثقافي في العاصمة وبالكثير اسكندرية، يعني وممكن إيه مدينتين، مش هقولك محافظتين، مدينتين كمان، ده ممكن يخرجنا بره هذا النطاق فتنتشر الثقافة بمفهومها الشامل والأعم والأكمل في عموم القطر المصري؟ أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال، لأن يعني هو ده روح مسألة نشر الوعي. عندما نتحدث عن دعم القيادة السياسية الكبير للثقافة في مصر وضرورة عودة الروح للمسرح والسينما، عندما أجد محافظة كاملة ما فيهاش يعني دار عرض سينمائي، وتأتي الشركة المتحدة لتتعاون مع قصور الثقافة، إيه المشكلة؟ إيه اللي ناقصك؟ الفيلم أهو، نعمل مثلا مع بعض أفكار خارج الصندوق، نخرج بره مسألة الإجراءات واللوائح الروتينية لكي مثلا نستفيد بطرق جديدة، زي مثلا ان احنا يبقى فيه استغلال مثلا لسطح مركز القصر الثقافي او مركز السينما بان يبقى فيه اعلانات مثلا على الاسوار او على سطح المبنى. كل دي افكار خارج الصندوق هتخلي قصور الثقافة تشتغل. قصور الثقافة منذ فترة طويلة جدا وهي في حاجة الى إعادة الروح، وخلينا يعني نشيد باللي بيعمله الفنان هشام عطوة في قصور الثقافة خلال الفترة الماضية. صحيح. واللي بالفعل أعطانا يعني دفعة أن يتم التحريك زي ما قلت المياه الراكدة، ويحصل هذه الشراكة اللي بتغير اللوائح، بتفتح مجالات جديدة. ولا ننكر أيضا أن في تحرك في الفرق المختلفة للثقافة عن طريق المسارح المتنقلة. كمان احنا شفنا الأوبرا المصرية بتخرج من القاهرة واسكندرية زي ما حضرتك قلت، والأماكن اللي هي موجودة فيها، إلى محافظات في الصعيد وفي بحري، بتعمل فيها مهرجانات وبتوصل الفن الراقي جدا جدا اللي بتقدمه الأوبرا، والنجوم والمطربين المشاهير بتوديهم للأقاليم لكي يروا روعة وعظمة الفن المصري. التحريك ده بالفعل هو اللي بيؤدي إلى نشر الوعي والثقافة في طبعاً. جميع ربوع الجمهورية. طبعاً. احنا بننتظر خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمر الأدباء اللي هو هيتعمل فين؟ هيتعمل في الواحات. احنا بنتكلم عن الوادي الجديد، كل أدباء مصر هيكونوا موجودين مع يعني الأيام الأخيرة من العام والمطلع العام القادم، هيكونوا موجودين في الوادي الجديد وفي تحريك للثقافة في الأماكن اللي طالما عانت من الحرمان منها. احنا يعني وكأننا بنتحدث عن مرصد ثقافي، وبالفعل ما هذا التعبير استخدمته الوزيرة لكي نرصد في ايه الاماكن الاكثر احتياجا، ودي رؤية ثقافية شاملة طالما نادينا بيها، وطالما قلنا ان هو ده اللي المفروض يعني تشهده قطاعات الثقافة في وضع ومتغيرات بتمر بيها المنطقة والعالم. احنا محتاجين الثقافة تنتشر في مختلف القطاعات وتتعاون مع مختلف الجهات المسؤولة عن العمل الثقافي. ما عادش يدفع 100% أستاذ يوسف أن الثقافة تبقى في معزل لا عن الكنيسة والجامع ولا عن الإعلام ولا حتى عن السياسة، لأن يعني الثقافة لا تفصل الثقافة عن الواقع اليومي ولا الحياة اليومية للناس. تطور أي حاجة في بلد أعظم ما لديها هي قوتها الناعمة. ده صحيح، أنا أتفق معاك 100%. أشكرك جدا 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 سيادة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.